نظمت حركة شباب محامون بلا قيود بالتعاون مع لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين ندوة قانونية بعنوان المهارات الفنية والعلمية لمحامي الشركات، وذلك بالنادي النهري للمحامين في المعادي تحت إشراف مصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة وتحت رعاية النقيب العام سامح عاشور. وحاضر في الندوة الدكتور حازم بركات أستاذ القانون التجاري بجامعة الإسكندرية متحدثا عن محامي الشركات بوجه عام وكيف يمثل شركته أمام القضاء، شارحا تأسيس الشركات ومنازعات الشركات واتفاقات المساهمين. وعلى هامش الندوة أكد أبو بكر ضوى أن النقابة العامة تهتم بالجانب العملي والممارسات العملية لشباب المحامين أمام المحاكم، مشيرا إلى أن هذه الندوة تقدم خبرة لابد للمحامي أن يحصل عليها حتى يتمكن من العمل مع هذه الشركات. ومن جانبه قال مصطفى البنان إن هذه الدورة جزء من سلسلة الدورات المجانية التي تقدمها النقابة وتهتم بالجانب العملي وتحت رعاية النقيب العام سامح عاشور لصقل الثقافة القانونية لشباب المحامين. طبعا بعد توجيهات الأستاذ النقيب الأستاذ سامح عاشور بأن إعادة مهارات المحامين الشباب بالتكثيف دورات سواء الدورات النظرية والدورات العملية. النهاردة احنا بخصوص دورة خاصة بقانون الشركات، طبعا في قلة في ندرة في موضوع المحامين الشركات، بدأت بالدورات اللي اتعملت من قبل النقابة بكيفية انك تكون وكيل مستثمر والدورات اللي اتعملت في هيئة الاستثمار، لكن كان ورد ان احنا نعمل واجب برضو حاجة عملية خاصة مع المحامين، وجبنا النهاردة بعض الدكاترة اللي حيحضروا بخصوص قانون الشركات وكيفية تطبيق قانون الشركات وما معنى شركة المساهمة وشركة التوصيل البسيطة وشركات المسؤولية المحدودة. الشباب المحامين هذه خبرة لابد ان احنا نديها لهم، لان هم اللي هيشتغلوا في هذا المجال سواء بالتعيين في مثلا في هيئة الاستثمار او في شركات زي شركات ذات مسؤولية محدودة او شركات الاسهم، لان المحامي لابد يعرف كيفية ان هو يعمل جميع عمومية، ازاي ان هو يعمل محضر اجتماع مجلس ادارة، لو حصل نزاع احدى الشركات مين المختص، طبعا المحكمة الاقتصادية مختصة، كل الكلام ده لابد ان احنا نعلم المحامي الصغير، المحامي المتدرب، المحامي تحت التمرين او المحامي الابتدائي كيفية التعامل مع قانون الشركات. بسم الله الرحمن الرحيم. بتبدأ النهاردة فعاليات دورة المهارات الفنية والعملية لمحامي الشركات منازعات الشركات اللي بيحاضر فيها الأستاذ الدكتور حازم بركات المحاضر بجامعة الإسكندرية وجامعة فارس. المحاضرة بتمتاز أنها بتهتم بالجانب العملي لمنازعات الشركات وبتلقي ضوء على كيفية ممارسة المحامي هذه المنازعات ممارسة عملية، بالإضافة إلى بتلقي الضوء على قانون سوء رأس المال، قانون شركات المساهمة، المنازعات أمام المحكمة الاقتصادية، ودي كلها جوانب عملية بحتة بتبعد عن الجانب النظري، لأن الجانب النظري كما هو متعارف موجود في الكتب وفي الشروح، لكن الجانب العملي هو اللي بنهتم بيه للشباب المحامين. طبعا الندوة دي مهمة جدا انها بتهتم بالجانب التثقيفي القانوني لشباب المحامين وللمحامين الكبار برضو ايضا، لان هي دي بتثقل المحامي وبتثقل خبرته في كافة المناحي القانونية، وده اللي حريص عليه معالي النقيب سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب. فيما أعرب علي صبري وشريف الحسيني رئيسا الحركة عن أهمية الندوة بالنسبة لشباب المحامين لخلق جيل قادر على الوقوف والترافع أمام القاضي. الندوة دي مهمة لشباب المحامين، لأن تتكلم على تأسيس شركات وشركات أنواع الشركات، شركات المساهمة، شركات المسؤولية المحدودة، شركات ذات الشخص الواحد. الندوة دي مهمة لشباب المحامين، عايزين الشباب يتطور الفترة الجاية ويهتم بنفسه بالثقافة. احنا بنركز على موضوع الثقافة، عايزين نخلق جيل قادر على ان هو يكون يقف قصاد القاضي، يعرف يترافع، يعرف يتكلم. طبعا الحمد لله النهاردة سادس ندوة قانونية لحركة شباب بلا قيود، واحنا الحمد لله نظمنا اكتر من ندوه سابقه قبل كده، والنهارده الندوه خاصه بتاسيس الشركات وانواع الشركات، والندوه مهمه جدا خاصه لمحامين الشركات، لانه بيعتمدوا يعني كل الاعتماد محامين الشركات على شغل الشركات، تاسيس الشركات وكيفيه التعامل، فبالنسبه لهم الندوه دي مهمه جدا.